أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم عن قرب. بعد بدء سريان القرار الأمريكي الذي صنف الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية، يتساءل الجميع ماذا سيتم بعد هذا القرار، وما الذي تخبئه الأيام القادمة للميليشيا بعد كل ما ارتكبته من جرائم لا تسقط بالتقادم، وما الذي سيترتب على هذا القرار، وما الواجب على كل اليمنيين حكومة وشعبا. هذا في المحور الأول من هذه الحلقة. وفي المحور الثاني سنناقش ملف الأسرى، خصوصا أسرى كتاف الذين قام أهاليهم وأقرباؤهم في محافظة تعز بمطالبة الحكومة والجهات المعنية عدم نسيانهم وتضمينهم ملف الأسرى والمعتقلين الذي بموجبه تم الإفراج عن 10% من القوائم. أهلا بكم إلى المحور الأول من هذه الحلقة. الحوثي فعليا أعلى قوائم الإرهاب، هكذا قالت شمس 19 من يناير التي أشرقت بعد ظلم سنين طوال وتجاهل دولي لكل أفعال الذراع الإيرانية في اليمن، بدءا من تفجير منازل خصومها في العام 2004 وانتهاءا بقصفها الصاروخي للأعيان المدنية اليوم. قرار الخارجية الأمريكية يسري على ميليشيات الحوثي الإرهابية من يوم الثلاثاء بعد أسبوع كامل من إخطار الكونغرس بالقرار الذي لم يعترض بدوره على هذا التصنيف، وقد دخل القرار فعليا حيز التنفيذ. وبالنظر إلى الضغوط الخارجية والدولية على واشنطن، كانت الإدارة الأمريكية قد رفضت النزق الأممي من تصنيف الحوثي ميليشيات إرهابية، وأكد البيت الأبيض في الوقت ذاته تمسكه بقراره مع وضع آليات تخفف من أي تداعيات على الوضع الإنساني بوصول المساعدات والواردات التجارية. قرار تصنيف الحوثي جماعة إرهابية سيكون له تجديد من الناحية العسكرية، إذ سيتم منع وصول الأسلحة التي تصل إلى الحوثيين عبر الموانئ، على رأسها موانئ الحديدة، وليس أمام ميليشيات الحوثي من مهرب سوى تسليمها للأمم المتحدة بحسب ما نص اتفاق ستوكهولم. عسكريا يعد الثلاثة الحوثيون المصنفون في قوائم الإرهاب ورابعهم حسن إيرلو ضمن الأهداف الأمريكية العسكرية، وسينالهم غارات جوية أشبه بملاحقة أمريكا لعناصر القاعدة وداعش بعمليات توصف أنها جراحية استخبارية للحد من نشاط الجماعة وتجميد عمل قياداتها، خصوصا العلاقة بطهران الذي خرجت مؤخرا للعلن. على الناحية السياسية لقرار التصنيف شقان هما تقييد التصنيف الأمريكي للحوثيين بتحركاتهم السياسية والدبلوماسية عبر القيادات في الخارج، إضافة إلى إعاقة تحركات الجناح الناعم للحوثيين الذين ينشطون في أمريكا وأوروبا ودول أخرى، كما أن التصنيف الأمريكي يصب في صالح الحل السياسي للقضية اليمنية من خلال دخول الحوثي في مفاوضات رسمية والعودة بشكل جاد وواقعي لطاولات المشاورات السياسية، الذي يعد الحوثي خاسرا أكبر إذا رفض هذا الخيار، ما سيترتب عليه تسليم سلاح الدولة والانخراط ضمن عملية سياسية واسعة وتطبيق القرار 22/16. ومن الناحية المالية، فإن إعلان الحوثي جماعة إرهابية يسمح لواشنطن فرض قيود على النشاط الاقتصادي والمالي للميليشيات وتجميد أرصدتها وأصولها في مناطق عدة، ويعني ذلك أيضا تجريم تمويل الحوثي بأي طريقة كانت، كما سيحظر على البنوك أي معاملات مالية مع الميليشيات، وقد يبدأ إيقاف عدد من الشركات المالية منها وسترن يونيون وكذا مونيغرام، كما أن التعامل المالي من خلال الأشخاص والمنظمات والشركات سيدخل المتعاملون مع الميليشيات ضمن قوائم دعم الإرهاب. أهلا بكم وأرحب بضيفي عبر الهاتف، الدكتور مختار محمد غياشي نائب رئيس المركز العربي والأستاذ طارق زمام، مرحبا بكما. أبدأ مع الدكتور مختار محمد. دكتور مرحبا بك. أهلا وسهلا بك وأهلا بمشاهدي. أهلا وسهلا دكتور. ما الآثار المترتبة على القرار الأمريكي بتصنيف الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية وقد دخل فعليا ورسميا حيز التنفيذ؟ يعني دخول هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من أمس 19 وقبل ذهاب ترامب مباشرة، معناها محظور التعامل مع أي فرد من جماعة الحوثيين باعتبار أن هذا القرار شمل كل جماعة الحوثيين بجانب الثلاث قيادات الأساسية أو الرئاسية في جماعة الحوثيين: عبد الملك الحوثي، عبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم، الثلاثة الأكبر داخل الحوثيين. ببساطة شديدة جدا،
لن تستطيع أي منظمة أو جهة أو أي مؤسسة التعامل مع الحوثيين بموجب هذا القرار. ومن وجهة نظر كثير جدا من المراقبين أن تداعياته الإنسانية خطيرة وكبيرة، خصوصا في الأماكن اللي بيسيطر عليها الحوثيين، صعدة وغيره من المحافظات اليمنية، اللي هيبقى صعب جدا منظمات إنسانية أو تعمل في المجال الإنساني أو المساعدات أن تتعامل في هذه المناطق، لأنها بالضرورة لابد أن تمر بموافقات من قيادات حوثية تسيطر على هذه الأماكن، وتجعل من مسألة التعامل في هذه الأماكن مسألة صعبة جدا وتكاد تكون مستحيل. طيب الحوثي في هذه الجزئية لوح بورقة التجويع، كيف تنظر إلى مثل هكذا تلويح ومثل هكذا تصريحات؟ صحيح، لأنه مسألة التجويع هنا الحديث مرتبط بها، أنه وده كلام قاله السيناتور الأمريكي كريس مورفي، قال أنه تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية هو حكم، ده هو الرجل قال جملة كبيرة جدا، هو حكم بالإعدام على آلاف اليمنيين. بريطانيا منظمة أوكسفام الخيرية الدولية اعتبرت القرار ده مسألة خطيرة، بروكسي للاتحاد الأوروبي والمتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة. ليه؟ لأنه إشكالية هذا القرار في الأماكن اللي بيسيطر عليها الحوثيين، وإنت عشان تمرر مساعدات إنسانية أو مساعدات عينية أو مساعدات صحية، إجراءات صحية في هذه الأماكن، إنت محتاج إنك إنت تاخد موافقات من القيادات الحوثية اللي بتسيطر على هذه الأماكن أو هذه المحافظات. فمن الطبيعي جدا أن التعامل معها هيضع تحت طائرة العقوبات، وعدم التعامل معها معناها عدم وصول هذه المساعدات لهؤلاء المواطنين. وبالطبيعة الحال أنت تتحدث عن دولة تقريبا 80% منها قائمة على المساعدات بحكم الحرب وبحكم المواجهات المسلحة وبحكم الظروف الإنسانية اللي عايشة فيها اليمن. أنا من وجهة نظري أن هذا القرار الحقيقة قرار صعب، وفي ناحية الإنسانية مش قضيتك هنا، مش قضية الحوثيين ولا قضية القيادات اللي تم صدور القرار عليها. وعشان كده مستشار جون بايدن الحالي اللي عين من قبل الرئيس الأمريكي قال ان تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية بيعرقل الدبلوماسية لإنهاء هذه الحرب وبيخلق مشاكل مرتبطة بالناحية الإنسانية، برغم ان هناك قادة للحوثيين واجب عليهم المساءلة او واجب ان يوجه اليهم المساءلة ويتم معاقبتهم. ولكن دكتور كان إدارة بايدن ايضا توجهها واضح في الشأن الإيراني، وذلك ايضا من خلال التصريحات من يوم أمس وحتى هذه اللحظة في الشأن الإيراني، وكون هذه الميليشيا أحد أذرع إيران، كيف تنظر إلى المستقبل؟ يعني خلينا أقول لك هذه الميليشيا ما فيش شك أن هي أحد الأجنحة المهمة جدا لإيران، وإحنا عارفين أن جون بايدن يعني أتى بسياسة جديدة. خلي بالك أن هو في من 17 إلى 15 قرار أصدره ترامب، بايدن أول حاجة هيعملها فور تسلمه هذا الحكم هيرجع في كل هذه القرارات، المنظمة الصحة العالمية، اتفاقية المناخ، مسألة الجدار العازل مع المكسيك، منع 7 دول إسلامية رعاياها من دخول الولايات المتحدة الأمريكية وغيره. وأنا من وجهة نظري أنه حديث مستشار جون بايدن جايك سوليفان فيما هو مرتبط بأنه تصنيف جماعة الحوثيين دي هتخلق مشاكل مرتبطة بالحلول الدبلوماسية ومرتبطة بالواقع الإنساني اللي موجود، يخليك أنك أنت تقول أن ممكن يكون هذا القرار هيكون محط مراجعة من القيادة الأمريكية الجديدة. نعم دكتور، سأعود إليك في هذا الجزئية، يعني هو القرار استثنى المساعدات الإنسانية والإغاثية وما الذي يعنيه ذلك، سأعود إليك. ولكن دعني أرحب بالأستاذ طارق زمام. أستاذ طارق مرحبا بك. مرحبا وسهلا، حياك. أهلا وسهلا أستاذ طارق. بعد هذا القرار يعني أبناء القبائل والذين أوصلت بلدهم هذه الميليشيا إلى هذا الحد وأوصلتهم إلى هذا الحد، ما الواجب عليهم؟ أولا التحية والإكبار للأبطال في الساحل الغربي الذي لكنوا الحوثيين الدروس البارح وقبل البارح، والتحية أيضا للدكتور المتحدث
بالنسبة للقبائل اليمنية دفعوا بالكثير في محارق الموت، دفعوا بالكثير بتهجير أبنائهم أو نزعهم من مناطقهم، من مدارسهم، من حياتهم، من أسرهم إلى محارق الموت. الحوثيين هي جماعة إرهابية، يعني وكل من يسعى في فلككم من هذا في هذا الجانب من تجنيد، سواء في الجهة الأخرى أو يعني الأخوان هم نفس الفصيل، وأنا أعتبر هذا الكلام على مسؤوليتي وعلى الأخوان. والحوثيين هؤلاء فصائل تكذب على الله وعلى الرسول وعلى الدين، فصائل تسعى إلى الحكم، فصائل تدمر البلد، تدمر القبيلة، تدمر الأسر، تخلق من الأسر إلى مجموعة من التناحر. واحد يأيد، طيب أنت أخذت ابني وصار استشهد ابني، قالوا الحوثيين شهيد، والدولة صورة عرض السيارة أو شيء، وابن عمي يقول يا أخي ليش دفعت؟ قالوا لا والله أنت مرتد وأنت كافر ومنافق. فككوا الأسر، فككوا المجتمع، فككوا اليمن، فككوا المواطنة، فككوا كل يعني ما يحرص عليها المواطن اليمني أو اللحمة اليمنية بشكل عام في كل الاتجاهات، في القبلية والمدنية، ولم يبقوا شيء. الحوثيين إرهابية، هذا ما في شك. القبيلة اليمنية ننصح، أنا كأحد أبناء القبائل أنصح، حافظوا على أبنائكم، حافظوا على أبنائكم في مدارسهم، في مزارعهم، ولا تطلقوهم إلى محارق الموت، وأن يعودوا عليكم، وأرجو يخلقوا منكم مشاكل أسرية في كل المجتمع. يعني المجتمع الآن ما تركوا شيء، يعني تم تفكيك النسيج الاجتماعي. أستاذ طارق تفضل. تم تفكيك النسيج الاجتماعي كما تفضلت. اليوم النسيج الاجتماعي فكك، والمواطنة شكك، والناس في الدين وفي الأخلاق وفي القيم وفي كل شيء. عندما كانت تغيب الدولة كانت تحكمها العرف القبلي، والعرف القبلي هذا يعني عبارة عن نظام دولة من الأخلاق والقيم، لا تعيب، لا تسرق، لا تقطع الطريق، لا تعمل، لا هم الآن هيجوا وأخذوا كل سفاح الشوارع والقرى والوسخ كلها، وهيجوهم لا تركوا البيت حرمة ولا مقدسات، يعني قدسية البيت، ولا للمرأة ولا للتجين ولا للكبير ولا للصغير، يعني لم يتركوا شيء. العيب الأسود في العرف القبلي تعدوا. أيوة، العيب الأسود، هذا هو العيب الأسود الذي لم يتجاوزه اليمنيين عبر التاريخ إلا في أيام الحوثيين، واعتبروا فضيلة. لم يتجاوزوا يعني اليمنيين يعني حتى في فترة الحروب، يعني لم يتجاوزوا العيب الأسود مطلقا. لا 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 يا أخي العزيز، كان عندما تجري تحصل حروب بين أسرتين أو قبيلتين، النساء تجي تأخذ الجرحى وتدي الذخائر، حتى للمواقع الأخرى تدي الذخائر وتأخذ الجرحى وتوقف الطلقات، وتوقف إطلاق النار احتراما للمرأة والكرامة. الآن المرأة تسحب إلى السجون وتغيب، كلام مش مقبول. أستاذ طارق ابقى معي. الحوثيين إرهابيين إرهابيين. نعم. إرهابيين. نعم أستاذ طارق. وعلى لحظة تفضل. وعلى كريفت وكل من يؤيد الحوثيين أن ينقل هذه المشاكل والقتل والسحل والانتهاكات إلى شوارع، سواء في لندن أو في باريس أو في أي مكان في العالم، أن ينقلهم لعنده ويجربهم، يعمل لهم سنة على الأقل تجربة. يعني. نعم أستاذ طارق ابقى معي. دكتور، يعني من ضمن يعني هذه واحدة من ضمن يعني العديد من الجرائم التي قامت بها الميليشيا والتي تحدث عنها الأستاذ طارق، يعني قال إن الميليشيا تعدت حتى العيب الأسود فيما يعرف في الأعراف والقبلية اليمنية، وأخذت المرأة إلى السجن، وهنالك يعني ملفات كثيرة مثقلة
يعني إنسانيا، سواء في ملف الأسرى، ملف التجويع، ملف الحصار، زراعة الألغام وما إلى ذلك. يعني القرار استثنى المساعدات الإنسانية والإغاثية. كنت سألتك دكتور ما الذي يعنيه ذلك، وكيف تنظر إلى كل هذه الجرائم التي تقوم بها الميليشيا؟ شوف، أنا هاخدك في نقاط مهمة جدا. تفضل. القرار نعم استثنى المساعدات الإنسانية والمساعدات الصحية وغيره، لكن كيف سوف تتعامل المنظمات التي سوف تقوم بتوصيل هذه المساعدات أو الإعانات أو التحويلات المصرفية أو أجور عمال مع المناطق اللي هي عايزة توصلها لهم دون المرور على الحوثيين أو على القيادات الحوثية اللي بتسيطر؟ ده سؤال لازم نطرح نفسنا عليه. هذا الحديث اللي احنا بنتحدث فيه مش قضيتك مع أو ضد، مفيش شك أن الحوثيين ارتكبوا جرائم، ومفيش شك أن هم مطلوب أن يعاقبوا على هذه الجرائم، لكن أنت أمام حالة إنسانية، أمام واقع صحي، أمام شكل من أشكال المجاعة، أمام دولة وأمام محافظات 80% إن لم يكن أكثر من ذلك بيعيشوا حياتهم على هذه المساعدات، كيف سوف تقوم بتوصيل هذه المساعدات؟ هذه واحدة. الأمر الثاني إنك أنت، وده الكلام اللي قاله مستشار جون بايدن، إنك أنت في مساعي دبلوماسية بتبذل من قبل أطراف إقليمية وأطراف دولية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في ظل توجه جون بايدن الجديد، لابد أن يكون هناك اتصال بقيادات الحوثية على غرار ما تم مع طالبان والمفاوضات التي عقدتها الولايات المتحدة الأمريكية مع طالبان في قطر، وكانت موجودة الولايات المتحدة الأمريكية وحدثوا بعض برغم اعتبار طالبان جماعة إرهابية، وكذلك الاتصالات اللي بتتم بشكل غير مباشر مع حزب الله داخل الساحة اللبنانية او حتى مع ميليشيات الحشد الشعبي الموجودة في العراق. هي دي اشكالية كبيرة، ان هو النهاردة هل هو غرض القرار معاقبة القيادات الحوثية اللي هي موجودة امام اعين المخابرات الامريكية وامام اعين الاجهزة الامريكية وتستطيع ان تصل اليها؟ الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تصل إلى قاسم سليماني فوصلت إليه، وأرادت أن تصل إلى المهندس فوصلت إليه، وأرادت أن تصل إلى قيادات كثيرة جدا فوصلت إليها، وغيره أسامة بن لادن وغيره من مثل هذه الشخصيات. أنت أمام مفصل مهم جدا. تداعيات هذا القرار إيه؟ قضيتك مش اعتبار الحوثيين جماعة إرهابية، ولأن هناك قيادات واجب على المجتمع الدولي أن يعاقبهم. أنت قضيتك حالة إنسانية وحالة طيب دكتور. صحية موجودة دكتور. داخل الدولة، وأنت مطلوب أنك أنت دكتور. تتعامل معها. طيب هو دكتور. ده المفضل دكتور، يعني كلام صحيح، يعني كيف ستتم إيصال المساعدات؟ السؤال أيضا الأبرز، هل وصلت مساعدات قبل هذا القرار؟ يعني ألم تشتكي منظمات عديدة من عدم إيصال المساعدات إلى مستحقيها، بل وسرقة الطعام من أفواه الجياع وفق تصريحات سابقة؟ نعم أنا صحيح، وهذا كلام تم، لكن كانت هناك أبواب وخطوات مفتوحة. طب كيف تتفاوض الآن الحكومة الشرعية اليمنية مع الحوثيين وإحنا عارفين أن هناك أطراف عربية قبل أطراف إقليمية حاولت أن هي؟ نعم أستاذ طارق. الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي، شكرا جزيلا لك، فقدنا الاتصال بالدكتور أستاذ طارق، وهو سؤالي الأخير لك. يعني ال 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 اليوم محظور التعامل مع أي فرد من الميليشيا، يعني برأيك ما الواجب على الجميع، على المجتمع الدولي، على دول الإقليم، حتى يعني يتم تنفيذ هذا القرار وبدء سريانه فعليا وفي وقت قياسي؟ الذي يدعم القرار الدولي هو المواطن اليمني نفسه، المواطن اليمني والحكومة وكل من له شأن في هذا. الحوثيين سعوا على
تجنيد المنظمات هذه لصالحها من 2000 ما بعد يعني بعد دخولهم صنعاء ما بعد وغيروها الى تبعيات تابعه للمليشيا الحوثي وهذا كان واضح في البدايه يعني. كل ما يحصل الان انه المناطق التي لا تخضع للحوثيين هذه محرومين او الاسر الذي في مناطق الحوثيين لا تخضع ايضا لهذه المساعدات والمساعدات الفتيتة الذي يبتاع ويشتري فيها الحوثيين بيبيعوها عادي في الميناء عادي في الميناء ما بتوصلتش لأن هذه المنظمات. نعم نعم الأستاذ طارق زمام هل تسمعني؟ نعم الأستاذ طارق زمام عضو اللجنة الدائمة شكرا جزيلا لك. أيضا فيما تبقى من وقت هذه الحلقة سنذهب إلى المحور الثاني من هذه الحلقة والذي سنناقش فيه الوقفة الاحتجاجية التي قام بها أهالي وذوو المختطفين والأسرى في محور كتاف. نتابع. أستاذ نايف مرحبا بك. هلا أخي العزيز. طيب أيوة. ما هي التفاصيل ما هي التفاصيل لهذه الوقفة أستاذ نايف؟ خرجت مظاهرة في قبل أسبوع في الإفراج عن الأسرى المعتقلين في محور كتاف والمطالبين بسرعة الإفراج عنهم ويطالبون منظمات حقوق الإنسان بالتدخل والجهات المعنية بسرعة الإفراج عن المحتجزين الأسرى عند الحوثة. طيب هؤلاء الأسرى متى تم أسرهم وكيف؟ تم أسرهم في الهجمة الأخيرة لسنتها الحوثة على محور كتاف وأسر أكثر من 1000 أسير معهم قبل سنة تقريبا. نعم هل هناك تجاوب لهذه الوقفة الاحتجاجية؟ لا هذه الفترة لا يوجد أي تجاوب. طيب يعني المطالبة ما في أي تجاوب من أي جهة. لماذا خرجوا وما هي أبرز المعنية بسرعة ما هي أبرز المطالب؟ الإفراج عن الأسرى والمختطفين في أسرى في سجون الحوثاء لهم من سنين والمعذبين قسرا في سجونهم. نعم ابقى معي أستاذ نايف. أستاذ محمد مرحبا بك. أهلا وسهلا مرحبا بك. نعم برأيك كيف يمكن أن يتم إيلاء ملف الأسرى والمعتقلين الأولوية الكاملة وفق مبدأ الكل مقابل الكل وعدم نسيان أي قوائم هنا أو هناك؟ طيب بالنسبة للوقفة الاحتجاجية التي نفذها أسر أهالي المخفيين والأسرى في مدينة التربة كانت لهم مطالب واضحة الكشف عن لا تعويض ما له علاقة بالأسرى من أضرار مادية ومعنوية طالبوا كمان المنظمات الدولية لإنقاذ الأسرى في سجون الحوثي حتى الحكومة اليمنية في المنفى في فندق الريتر إدراج ملف الأسرى في المفاوضات وكما طالبوا تدخل الصليب الأحمر الدولي لانتشار الجثث في محور الكتاف في وادي آل قبارة. هؤلاء الأسرى الذين خرجوا أهم مطالبهم كانت هي الست النقاط اللي ذكرناها. أهم ما يمكن المطالبة به إلزام الحكومة اليمنية الشرعية بإدراج ملف الأسرى في المفاوضات القادمة ومنذ عام ونصف تقريبا وهذا الملف مخفي قسريا من أجندات الحكومة اليمنية في الرياض فلا أحد ينتبه لهم والوقفة الاحتجاجية هي عبارة عن إشارة أن بعدها ستكون وقفات احتجاجية وكشف للمسور. بالنسبة لما حدث هو عبارة عن هولوكوست أكثر من 1567 أسير أكثر من 500
قتيل لا زال تنهش عظامهم الموتى الكلاب. هناك عدد كبير من المخفيين لا أحد يعلم أي أجن فيهم، هل هم مقتولين أو قتلى إلى آخره. القضية هذه تمثل أرق، وفي كل بيت نائحة. بالنسبة لما يخص مدينة الشمالتين وما يخص محافظة تعز، في كل بيت نائحة. ولذلك خرج الذين خرجوا للمطالبة بإدراج هذا الملف أمام المنظمات الدولية وأمام المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية في العالم، هو فقط من أجل المطالبة بفك الأسرى وإدراج ملفهم في ملف الأسرى والحوارات القادمة. يعني هل وصل أهالي وأقرباء الأسرى والمعتقلين أنه لم يتم إدراج أسمائهم أم ماذا؟ يعني لماذا كانت أبرز المطالب إدراج الأسماء لملف الأسرى في المفاوضات القادمة؟ كل ما حصل عليه أولياء الضحايا وأهالي الأسرى كل عبارة عن وعود، هذه الوعود لا تؤكل عيش وليس لها محل من الإعراب بالنسبة لمن فقدوا أبنائهم وفقدوا شبابهم. لم يدرج هذا الملف ولا أحد يعرف ولم يتواصل أحد بهم سواء الرسمية أو الشعبية في الحكومة اليمنية، من أجل أو لتأكيد أن هذا الملف مدرج ضمن مهام الحكومة اليمنية ووزارة الدفاع اليمنية. أي حظ النفس أن وزير الدفاع ونائب الرئيس علي محسن الأحمر زاروا محور كتاف بعد الحادثة تقريبا، وحتى اليوم يقولوا أن هذه الألوية، يقال بأن هذه الألوية في الحد الجنوبي ليست مدرجة ضمن وزارة الدفاع اليمنية. والأكيد أن هؤلاء الشباب الذين هاجروا إلى الموت لم يكن هجرتهم إلى الجنة، وإنما كانت هجرتهم إلى الموت بحثا عن فرص للعمل. هؤلاء الشباب وأسرهم تعاني الأمرين، نعم، في الداخل فقر، نعم، وظلم، نعم، تهميش، وفي الخارج موت أو في الحدود، نعم، عبارة عن موت. نعم. الوقفة الاحتياجية، نعم، التي نظمها الأهالي هدفها الكشف عن مصير الآلاف من الشباب في سجون صنعاء والمفقودين والقتلى والأسرى، وأن هذا الملف لم يدرج ضمن اهتمامات الحكومة اليمنية. نعم. الأستاذ محمد العزعزي الصحفي، شكرا جزيلا لك. سؤالي الأخير لك أستاذ نائف، يعني تحدث الأستاذ محمد عن أن هنالك أرق في كل بيت ونائحة، كيف هو حال أهالي هؤلاء الأسرى؟ نعم، إذن فقدنا الاتصال بالأستاذ نائف سمير الناشط الحقوقي، وأشكره جزيل الشكر، وأشكر أيضا الأستاذ محمد العزعزي الصحفي، والشكر لكل ضيوفي في هذه الحلقة وللمشاهدين الأعزاء. في أمان الله.